السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. اليوم جايين فيديو مهم جدا. هذا الفيديو بيقول إنه أنا بحصلش على التحديثات، صاحبي بيحصل على التحديثات وأنا بحصلش على التحديثات. اليوم بدنا نصل أو يصلنا التحديث اللي من شاومي الرسمي، هيصلني أول واحد في هذا الفيديو. هذا الفيديو بدنا نشرح فيه كيف يصلك التحديث أول واحد، ولكن بدك تركز معي بعض الخطوات. تحديث أول ما تقول شاومي نزل التحديث، أو حتى قبل ما تقول شاومي نزل التحديث، هتلاقي التحديث نزل عندك. يعني قبل ما أنا أنزل التحديثات أقول لك ونزل التحديث، هتلاقي التحديث وصلك مباشرة. هذه التحديثات هتصلك مباشرة، وأنت تكون أول الناس اللي هيحصل على هذه التحديثات. ولكن أنت التحديث لما بيصلك، أنت بتكون مين؟ أنت بتكون من الناس اللي بيسموهم مي بايلوت، أو المختبرين اللي بدنا نجندهم ليحصلوا على هذا التحديث المبكر أول الناس. خلينا نشوف الطريقة السهلة جدا، أي واحد يقدر يعمل الطريقة. تابع معي الخطوات، بتمنى منك دعوة حلوة منك وإعجاب كبير هيك قد البحر، ونشوف التفاصيل المهمة جدا. وإلى هناك ورجعنا لكم من جديد. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة لازم يكون عندك جهازك اللي موجود معك، الشاومي أو الريدمي أو البوكو، يكون ماله، يكون عليه حساب شاومي. يعني أنت عارف حساب شاومي حاجة سهل لازم أنت تعملها أول ما تشتري الموبايل. اللي مش عاملها على وجه الصورة، هتيجي على الإعدادات، وبعد الإعدادات هتيجي على حساب مي، هتيجي تلاقي فاضي زي هيك. إذا فيش عندك حساب تضغط هنا. طبعا ممكن تعمله الآن على حسابك الجوجل أو الإيميل أو الجيميل بتقول عنه. هيو تسجيل الدخول باستخدام جوجل، هتقول له أوكي. هيجيك حساب جوجل، هتقول له أوكي. جاري التحميل، لحظة من فضلك. تمام، ايش الدولة تكون مكتوبة عندك هنا. اوافق. انشاء حساب مي جديد، اي نعم. تمام، هيك الان تم انشاء حساب. شبه السهولة، انشأت حساب على حساب جوجل بدون كمان رقم موبايل. ممكن نضيف رقم الموبايل بعد هيك. هذا احنا بدنا اياه اول شغلة. تاني شغلة، هتيجي على جوجل بلاي، تنزل التطبيق هذا شاومي كوميونيتي، هو لحاله يطلع لك. هيو شاومي كوميونيتي، هتيجي تعمل تثبيت، هنعمل فتح، موافق، نعم. اجيك هنا العالم العربي، تقول له انا مثلا ممكن تعمل تخطب، ممكن تعمل حساب، ولكن احنا خلينا نعمل مباشرة حساب. تسجيل الدخول الاشتراك، اسمح لتطبيق مجتمع شاومي بالوصول الى معلومات المي، تقول له موافق. السماح، اي نعم، هنكتب ايضا موافق. الحصول على اختارات، يعني قصده الاشعارات، نعم. السماح، الان انت دخلت في داخل التطبيق. الان تدخل على عندك هنا في الرئيسيه وفي المنتدى وفي علني، هتدخل على علني، هتيجي تعمل في الضبط والاعدادات تختار تغيير المنطقه. شايف المنطقه مكتوب العالم العربي، وانا مختار هنا مثلا مصر. الان احنا هنيجي نغير لجلوبال. سيتم حماية بياناتك، تمام، نعم. الآن غيرنا لجلوبال، الآن التطبيق تلاقيه حول لإنجليش. هيو الآن هيو كتب هنا جلوبال، أوكي، تمام. هيو حول لغة إنجليزية. هنيجي على المكان هذا، نيجي نختار هنا سيتاب لانجوج، اللغة العربية، وحولنا للغة العربية. هذا اللي بدي إياه. هذا طبعا لازم يكون في جهازك، هتحتاجه كتير، لأنه من يوم وطالع بدهم يخلوا كتير من المستخدمين يستخدموه، فلذلك تم وضع حاجات كتير فيه. هنيجي الآن على علني. بعد ما نيجي على علني، في عندنا هنا حاجة اسمها اختبار بيتا. شايف اختبار بيتا؟ هتضغط على اختبار البيتا. تبع معي الآن، هيقول لك تسجيل الدخول، قم بتسجيل الدخول إلى مجتمع شاومي باستخدام الحساب، تقول له موافق. هيعمل تسجيل الدخول بنجاح. الآن هيبلش يسألك أسئلة. أول شغلة بقول لك إنه إيش، اعمل اسم إلك مستعار، اسم لطيف، أي اسم اكتبه، عربي إنجليزي بدك إياه، مثلا أبو باسل نشر. أبو باسل اليوم أول يوم، طبعا بلش عد بعد هيك يوم يومين، هي كتبها هنا صفر، هيبلش عد لك. هنيجي على المكان هذا، هنيجي اختبار بيتا، هيظهر لك الكلام هذا.
فيها عندنا اختبار التجنيد. احنا بدنا اختبار التجنيد انه يوصلنا التحديث. اول واحد يوصلنا التحديث اللي هو بسموه اختبار اللي بايلوت وبسموه بيتا. اذا هنيجي هنا تقديم طلب في المكان هذا. ايش بقول لي هنا؟ في عندنا هنا 3000 واحد بدهم هم لجهاز هذا المعي. انا بشرح الان على جهاز البوكو اف 6 برو. بدهم 3000 واحد. بدي 3000 واحد اخذوا حتى الان 47 قدموا طلبات. هتيجي تعمل تقديم طلب. طبعا هنا بقول لك انه في عندنا 3000 وبدنا منه مختبرين، ولازم انت تكون عارف شو قصه الاختبار وما الاختبار. يعني موضوع الاختبار هذا انت لازم تكون عارف انه التحديث هذا بيصل للمي بايلوت. اول واحد لك التحديث هذا لما بيصل ممكن يكون في بعض الشغلات مش صاغة ومشاكل وبعض الحاجات هذه، فانت لازم يكون عندك علم في هذا الموضوع. في الروم العالمي من شاومي المستقر اللي سيتلقاه اول شيء المختبرون اللي هو انت عن طريق اللي هو اصدار او تي اي بتسميه. اذا كنت ترغب في تجربه الاصدار هذا الجديد من اندرويد والواجهه تبعتنا، يرجى قراءه المتطلبات بعنايه، وسيكون من المفيد لفريقنا يتم ابلاغ عن الاخطاء وتقديم كافه التفاصيل الضروريه عن تطبيق الخدمه. كل لازم عارف انه هذا عباره عن تحديث اولي للمي بايلوت وتمام. انا طبعا في عندك هنا الجواب وفي عندك هنا ايش تقديم طلب. هنيجي الان على اللي باللون برتقالي نقول له الجواب. هيسالك بعض الاسئله عشان انت برضو داخل في موضوع الاختبار. هنقول له البدء، وافق. هيطلب منك هنا حسابك الشاومي وهيطلب الرقم السري. اذا انت كنت عامل حساب شاومي ورقم السري تبعه عارفه تكتبه، بس انا عشان عملته جديد هاجي هنا على حمايه الحساب. هنا كلمه المرور غير معينه، هعمل كلمه مرور. طبعا هذا الكلام لمين؟ للناس المسجلين جداد. يقول لك انه انا بدي ارسل كود على الايميل اللي انت حطيت لي، اقول له ارسال، حط الكود، تكتب هنا جيميل، هاي الجيميل، اعيد ذلك الانتقال الى الجيميل، السماح، حسنا، تمام. هذا الرقم اللي اجاني انا وينه؟ 841 887 ارسال. يقول لك ادخل كلمة المرور واكدها. حط الان اي كلمة مرور تكون عجباك، تكون فيها حروف ورموز وارقام. حطناها، قلنا له الان حسنا، تمام التمام. هيك تم التغيير بنجاح. هنرجع لشاومي كوميونيتي، هنحط حسابنا، الرقم تاع حسابنا. هنرجع تاني للحساب، نرجع من هان ونرجع من هان، ونيجي على الحساب مرة اخرى، ونيجي على المكان هذا ونضغط هنا، هيدي نسخ الحساب بنجاح. هنحط هنا لصق، ونحط الرقم السري اللي حطيناه قبل شوي، هنحط له هاي الرقم السري. هندخل هنقول له حفظ. هيبلش الان يسالني بعض الاسئله. هذه الاسئله بدي اسالك اياها، بدي اعرفك ان انت فاهم في الموضوع ولا اي واحد جاي من الطريق. لا، احنا هنقول له احنا فاهمين. بيقول له هنا انه هذا الرمز اللي انت شايفه امامك هو اندرويد 14. اي نعم، حرف اليو يعني اندرويد 14. بقول لي هنا انه هايبر او اس الفيرجن. اي نعم هايبر او اس. وجلوبال. اي نعم جلوبال. ولا جميع ما سبق؟ هنقول له ايش؟ جميع ما سبق، كل هذا صحيح. هتقول له التالي. هذه اسئله اختباريه. بقول لك هنا كيف تدخل على خيارات المطور؟ الاعدادات واباوت فون وكليك منيو 7 مرات ولا الثاني؟ لا، الاولى. احنا لما ندخل على نفتح خيارات المطور، لما تفتحها خيارات المطور بتضغط 7 مرات، صح ولا لا؟ التالي. طبعا في الاخر هجيب لك النتيجه من 100 قد جبت انت. طلع معي هان. بقول لك انا اذا اردت الدخول الى وضع الفاست بوت، كيف انت بتدخل لوضع الفاست بوت؟ انا بدخل لوضع الفاست بوت، بضغط على الباور وعلى خفض الصوت لمده 4-5 ثواني، بس قبلها بطفي الجهاز. هذا الكلام بيقول لك انه انت بتطفي الجهاز وبتضغط على الباور مع خفض الصوت لمده 4-5 ثواني. اي نعم، رايت. التالي. طبعا الاسئله هذه هتطلع عند الكل نفس الشيء. هنا بقول لك انه انت بتيجي تعمل لقطة الشاشة، هاي سكرين شوت. ممكن تدخل من وين؟ الثانية على الإعدادات الإضافية. أي نعم. بقول لك أنا أول جهاز تم إطلاقه من شاومي، وقتيش أطلقوه؟ هم أطلقوه في شهر 11 في شهر 8، هيو 16/8/2011 أول جهاز من شاومي تم إطلاقه. بتقول له التالي. بقول لك هذه الاختصارات اللي أنت شايفها أمامك، هل هي صحيحة؟ تيجي في الآخر إيش؟ تختارها كلها. 1 2 3 4، كل هدول اللي حطهم 100% صحيحات، وتقول له التالي. طبعا هنا مثلا
End of Life يعني نهاية التحديثات، Google Preview Program GPP اختصارات. فبتقول له التالي 100%. قديش نتيجتنا؟ 100%. عارف شو يعني في؟ ولا غلطة. يعني احنا مقدمين اختبار الآن ولا غلطة، يعني فاهمين في كل حاجة، خلصنا من هذا الموضوع، في هنا سهم صغير ارجع. هتيجي الآن احنا قدمنا الجواب، الآن فتح لي تقديم طلب، هقول له بدي أقدم طلب، بقول له هنا تقديم أيوه تمام، هاي تقديم الطلب. بقول له هنا مرحبا بك في طلب اختبار البيتا، يرجى ملء المعلومات التالية بعد مرورها بمراجعة مطورينا يمكنك الانضمام إلى اختبار البيتا. ليش بدك تقدم؟ طبعا هم بتحط أوافقة هيها. طبعا ممكن تكتب هنا ليش بدك تقدم، ممكن ما تكتبش، فيعني ترجع لك. فأنا بدي أقدم طلب، بديش أكتب له ليش، هاي تقديم الطلب. تم التقديم بنجاح وأمورك لوز اللوز. طبعا هاي سكرين شوت تبع الاف 6 برو، فيش هنا إطارة، مش موجود إطار، بس نحاول إن شاء الله نعملها. هنقول له الآن إيش موافقة. الآن يطلع إيش بدي يطلع لي، إيش مكتوب هنا؟ اختبار التجنيد تحت المراجعة. هيقبلوك طبعا غصبا عنهم، مش بخطرهم، لأنه تقدمت صح 100%. فأنت الآن تحت المراجعة، وبعد هيك بيتم تقديم الطلب، وبعد هيك التحديثات كلها أول ما تنزل هتنزل إليك أنت، هتنزل إليك أنت، ولكن التحديثات هذه بنسميها مي بايلوت، تحديثات أولية هتكون إليك. لاحظ هنا كانوا قديش؟ كانوا اللي قدموا 47، صاروا قديش؟ صاروا 48. أنت الآن ضفت واحد أنت. وهذا ما كان لدينا، وهذه الزبدة أعطتك إياها هيني. حط لايك كبير، نلتقي إن شاء الله فيديو جديد حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.